أول مرة تصير تعبيري زي عبد الله الجميري. يا رب ما تصير تسليمة. يا الله يا رب ما تصير تسليمة. الحاجة الأولى بفقدها والله تواجدكم. إي كويس. الله. ودع الجمهور. الحاجة الثانية بفقدها الجائزة. آه. وكان ودي إني آخذها ما بقى بحساب أبويا. إي والله. أشغلتنا أشغلتنا. الحاجة الثالثة اللي بفقدها فعلاً فعلاً هذه أفقد شيء. الكشنات. ها؟ يا عيال. أبى أقول شيء يقول الكشنات. تم قولوا تم تم خلاص يا صلاح تم كلكم تم تم نكب بالعشاء ايش نكب بالعشاء انا كنت شايف سنابي الحين انا دخل انت نكب بالعشاء يا عيال كم فضيحه بقول لك حاجه بقول لك نكب عليه بس نكب بالعشاء يا ادم بعدين بقول لك حاجه والله عبد الله ان شاء الله مع عمار لا يعني الله يسر اخ ابراهيم ابراهيم جاي انت ما طالع في هذا لليوم ما معك انا تبي ترى جاي خل ابراهيم لنا انا طالع يمكن بالنسبه ان الله كتب الان بعد البرنامج راح لا الحين بنقول كل شيء وش اللي بعد البرنامج الان شوفوا تلميح حبه حبه يعني قط 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 حبه حبه العيد ما هذا الوضع انا شوف انا شوف انا سلمتكم على الهواء يعني ما بعد نسلمكم بسنا قول 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 ما عندك مشكله قول صيد اسلم غرقهم انا اللي بفقد عبد الله رايح والدك بصراحه بفقد الجلسه اللي قدام سريري حلو حلو بفقد الحياة جبلات فاين حلو قلقة صيد والله لا تجيب العيد ان شاء الله باذن الله الشيء الثاني بفقد وين ولا ابو خالد حامد قهر شوف لا تقعد تتكلم واجد انا الحين اقول على الهواء ايش سالفتها على الهواء وقف طيب ما لها داعي على الهواء تقولون كذا انتم تدري قصيده في بالي انا ابو سعد اسلم يقول حلو هذا موقف سطحه ونازل يشعر معنا ايه يشعر حلو يقول ودعتك الله يا نظر عين مغليك اها شلون اودعك وانا ما اقدر على غيابك مع البيضي وهبي زياد استريح يا كلي ويا قلبي يا قطعه شراييني حلو شلون افقد عيونك وانت جالس معي مغذي اي هلا بنا كل ما نظرت في عيونك الحلوه اعوذ بالله عيونك ناظرت فيني بحنانه ترى ما يصير تغزل يا والله انه يسولف يا عيال انت تبغى تسولف يا حبيبي انت فاهم الغزل خطا اسمع وجهك المملوح حلو وعيونك الحلوه ايوه وقلبك الرهيب حلو ويدينك الطويلة اعوذ بالله لا 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 الله ما لديك يا شيخ يا شيخ خلنا بقول لكم شغله معلش بكى بكى بس هذه هذا اول اول الغيث قطر يقول هذا يقول يدي على بالعاده رقم غزال اسلم بالعاده لما بتروح بتسوي شيء يعني من تحت الطاوله تاخذ لك واحد واحد معك سكتوا يكتم السر يكتم السر ويمشي خطواته معيط بسيطه ايوه صح ولا يلجلج كان كل يوم عندي يعني زيارة لأحد يعني جولة الحمد لله طيب الله وبلان الله بوهيبي مشى معي وانت في مهمة سرية سر الليل انا في مهمة سرية يا آدي مهمة سرية متى هذا متى اخاف اقولك جو العيد خليك بالليلك اليوم والله ما ادري متى يوم من الايام يوم من الايام بالليل ايه خلاص 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 عيال عيال بسم الله راكدين راكدين خلنا بكمل المهم يا عيال نسكت هذا الكلام والله ندخل مكان دخلنا مكان ظلام لا لا ما دخلنا مكان ظلام والله سلمت ورا النور ورا النور يا ادم يسكت اسكت اسكت الهيبي حبيبي يا ابو خير حبيبي ابو خير ايه اعلم صار لا والله والله ان اخليك انت يا اخي قص ظافرك يا اخي اتق نفسك شط ظافري اقسم ظافرك جيب تبي ظافرك لا 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 أمس لا 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 لكن ان شاء الله قررت ان انا اي جريمه سريه بعد عنك اقول لك اقول لك في القريات القامه حلو إيه؟ لازم تمام الى الان تمام لا تقربا لا تقربا يا اخوي حلو في الجريات القادمه هوين حسبني باخذ الجريات الثانيه تعطيني حبك يا تمام اخوي ابو كل الرواتب بعطيك 20 دينار جوله زائد بالقريه اعطاك 20 ريال مضبوط بحضور اخذت هذا الرجال دخل اللي اعطاهم شيء ريال ما هو زي كذا ترى والله ما اعطاهم شيء اعطاهم شيء اعطاهم فنجيل والدلال جد العشبه اللي صار بينهم ضيوف
والله ما شافهم ترى اعطاهم 20 ريال ما شافهم. حلو ايش الوضع ايش سوون هم؟ والله اقول لك انا ادخل ولا انه واحد منهم ما ذاق طعم امس ما تدري ايش صار ما تدري ايش صار الله انك ما تدري ايش والله ياخذ ديتول يروح طريقه ما يجوز ما يجوز. بعدين انا ثاني رئيس يمر على البلديه اطلب ديتول ما يجيب لي. اخوكم مسلم محتاج الى ستركم يا شباب. مسح الارضيات تدخل الناس نظيفه. يا اخي استر اخوكم مسلم معك وراك انت بمعيوب. ما يدخل لي ازمته كلها. والله وراك حفظ. دلابي. هذه الوهيبي اثبت انك ان شاء الله بالجنه. ان شاء الله انك بالجنه. تستر اخوك الحين ربك يستر يوم القيامه. والله بمعيوب خليك. الهواء. تعال هنا هنا بالمصالح كذا هات رجع تعال سلامين يا مرحبا مليون وان نور فلا قطع لا يا لا لا تحت منهم يحتم واستمع يا راية الشعر واسمع صوته يوم وضعك مزري يا وهيبي مرحبا مليون وان نور فلا قطع لا نطلع رحلة مدرسة ما هو ذا 20 ريال والله يبارك الشيطان طالعين هدية الحيوان من المدرسة ما سمع 20 ريال ذا زاد والله جيك جيك بعدين يمكن جيك فين انت؟ احنا وين؟ يجيك بلدية انا والي الحين بلدية يمكن يجيك بلدية والله اشوف كم توظف كم توظف اعطني خبر يوم انا الوالي الحين اذا ما طلعت ابراهيم اذا ما طلعت ابراهيم جتني بلدية رجعنا حلم رجعنا لعهد القريه الحين دنيا والله اني ما ادري اخوك كم اعطيك هنا هنا السؤال لما تفكر بالمركز الاول انا ابغى القمر انا اتمنى اني القى موظف زي زياد موظف ياكل فنجيل اكل ياخذ 20 ريال اسكت اي والله حتى كان يبغى حمض زياده ما مدام فلوس قليله 20 ريال هاي تنجيك ارحب مليون يا ابو فهد الحمد لله سلامة الحمد لله باس اجر وعافيه اجر وعافيه يا قلبي الحمد لله السلام يا حبيب الله يسعدك طهور عليك يا ابو فهد والله حلو بدون كيكات يا جماعه ولا شيء اوكي هل بروح سلام قلبي 11 ونص هذه النعمه يا فهد ابو رحلة مصطفى اللي بشيء منو يا عيال والله حاولت بس اني ما قدرت اي والله يلا حيا مرحبا استريح يا قلبي الله الله بالحلويات انا شوي طبعا لا تبع مصدع في كتفك قبل الشمس ما اقدر اي على نمل وعلى اي 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 سبحان الله حتى لو جانا من عليه ترى ما يصير مضر بالصحة عادي الله يبارك فيك ان شاء الله ها ترى انا ما عرفت جنب بعض عرفت انت ثاني متلخبط معليش اسف على ازعاج حط الشمس يا اخي اقعد اقعد عشان تطيب الشمس تعور الراس تطيب يا رجال غير النظارات هلا والله عساك خفيت والله ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله والله يا عيال ابراهيم ذا يخوف اقسم بالله يا رجال ساعه من هنا العمان ليه يخوف؟ ساعه ولا برد اصلا اللي بيطلع لا الجو يطلع يرقد هنا وانت هل تعتقد ان نفسيه تتاهل انه يطلع بكره هواء يضحك؟ معليش والله معليش والله يا حقيقه مو صدق يا اخوان يا الغالين اكيد اني صح غلط والله اهنيك على النظاره والله والله اهنيك على النظاره ما شاء الله طيب وش فيك انت؟ زين ليش تحلف ترى هذه النظاره من بدايه رصيدك وهي موجوده عندي بس ما طلعتها هواء ليه؟ قل لي ما لقى لها مايك لا خطا 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 عادة تقطن وياه مايكي طيب اجل ليش ما طلعوها؟ ما انا بنفسيه مثلكم لازم مايك طيب ليه طيب؟ عادي ليش ما طلعوها؟ موجودة هي ما شفناها وين كانت؟ وين كانت؟ طيب تواضع لله تحت الثلاجة اول ما جيت نزلت رصيدك حلو حطيت ثيابي بدالون جميل على مقام يمين دالوبي زين يمين دالوبي يمين دالوبي حلو يعني بالله عطنا كروك الوصف هذا دالوبي هذا دالوبي صح؟ وهذا دالوبي صح؟ حلو يعني يمين دالوبي يعني انا وانا واقف يعني مع الدواليب لا معليش يا اخي الدواليب واجده حلو انا لا لازم تشرح في تفصيل لو سمحت دخلت غرفه الملابس دخلت غرفه الملابس يسار تيمين شفيت ايوه حلو يسار يمين حلو
ساري يجيك تلقى قدام. انا ما قال ما ثاني دالوب خله. اول دالوب يمين ثالث دالوب اصلا مفتح الباب من تتكلم هذا سبيل. حلو حلو. الدالوب اللي بعده كان اول ما جيت رصيدي كان بما مضى يعني لي. حلو. حطيت ثيابي. جميل. هذه المضاربه حطيتها ها لان غاليه عليه حطيتها تحت الثياب. حلو. تمام تمام. الى الان الدالوب منكسر من من البلكاش هذه اللي ورا منقلع من الاهتزاز اللي يجي تحت من دفه. طيب غريبه غريبه. هو اكيد انا احط ثياب هو يروح هو ها ما يدخل. حلو. وطاح. واو. هم تهاوشت انا ما ادري من وقال هذا دالوبي واخذت الثياب وحطيتهن هنا. هو طيب. حط ثيابه. طيب جيت قبل شوي الله يشفره واثا الرجال قاعد يرتب ثيابه. طيب هذا شكله ما يطلع برايم ذا. ايوه ايوه هذا واضح انه وده يشيل ثياب كذا مره واحده ويحطه بالشنطه. ها نظرته وشفته كسر. جيت انا لقافه لقافه قلت وش وضع والقى العلبه اللي طايح واسحبها وترى هذه الا هذه نظاراتي. يا الله قلت يا سبحان الله حلا ما يضيع. سبحان الله حلا ما يضيع. بس اشوفها تلمع يعني شكلك شريتها قبل البرنامج على طول. اوه انا شريتها قبل البرنامج شريت لي ثلاث. طيب. اول شهر نظاره ثاني شهر نظاره ثالث شهر ما يبو نص ثلاث. ايه تمام. ابشرك لقيت الثاني بعد والثالثه وينها؟ اليوم نظاره بك نظاره اليوم نظاره بك نظاره. الثالثه وينها؟ هي موجود معها من السياكل شريتها. ايه ايه اعطوك العلبه ولا هي لحالها؟ لا مع الساحه بعد مو صعبه والله مع الساحه ثلاث نظارات مربوطات. ايه بعد صوت الجمعه عرض خاص كان تشتري نظارتين تحصل على ثالثه. حلو يا جماعه وصيتي والله حلو والله حلو والله والله ضحكوا يا اخوان واليوم ما نقدر نضحك والله والله اللي يضحك اللي يتعب لا ينام لا يكثر اللي يتعب من النظاره يعني ولا قصدك جسديا؟ لا جسديا احسبها من فقدان النظاره. لا يعني لازم احط عشان اسولف على طول توجهنا كلامي يعني. بس والله ما شاء الله عليك شبهتني اشبهك في الامير كولومبي من لا اشبه في الامير مين؟ سعود الكبير ايش اسمه؟ حلو الامير سعود الكبير حبيبي انت حق مراعي. انا ليش التفت بجرب الشعر؟ لا لا من كيسك لا من كيسك الا الكبير شاعر وشاعر صح؟ شاعر شاعر سعود سعود صح ما يشبه ولده برضه شاعر ها؟ خالد الشاعر خالد مسعود. خالد كبير خالد بن سعود خالد بن سعود كبير اللي يحط والله هذا اللي اعرفه انا شاعر شاعر اي بس هذا واحد يشبه والله يشبه وفيه ولده برضه اقول يا جماعه هذاك سلمان اسمه ادعى سلمان لا خلوا ابو فهد يسولف فيه انا اقول يا شمس صمقتني في ظهري اشكركم على حرصكم صراحه طيب والله حق واجب والله صراحة أمس يعني نمت من وجع الرأس والله أني حزنت يوم دخلت لقيتك منسد حتى شماغك عليك النومة النومة أمس نومة اللي أبنام شوي تعبان نومة النام التعبان يعني نومة اللي يقول تكفون تعبان حتى نمت على أول سرير جدا حتى كان يتمنى يشارك في المسرحية المسرحية مخططين له ترى أنت كنت مع راجع؟ مع هيثم هيثم العصر جالسين ومخططين وكل شيء لكن سبحان الله ربك ما كتب أجر عافية أجر عافية إن شاء الله والله أبدعت والله فأنا صراحة أحسد نفسي أحسد نفسي على نفسك يا أخي الله يسعدك لأنه يعني من زودني أنا تعبان ونايم يجون يقومون وش بك؟ أي أيوة والله طيب أنا ودي أقول له يا أخي انقلع بنام بس ما ودك أخلاق يعني إذا جاء شوي احترام صديق وش بك؟ عسى ما أنشر يا أخي عرفت وجع الراس دائم يعني يلا 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 تنام منه صراحه اي والله ففرصه اني كذا نمت جاك واحد قام لا ما يقول سعود حق التبان بسم الله عليك يخضك خض من هذا هم اللي يقومونك من واحد من عيالك اعطيني اسم الخماسي بس اعطيني اسم الخماسي لا 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 اعطيني اسم الخماسي بس ممكن تذكر اسم غير وهيبي اسم الخماسي واقف في التفتيش انا صراحه ما ودي اقول اسم غير وهيبي خذ انت بعد وارتاح يا وهيبي اعطيني اسم الخماسي بس نشوف ايش راح اسوي اقول الله يعافيك ان شاء الله والصداع الصداع يجيك من مده هو ولا فجاه شوف الصداع انا عن نفسي والله يجين مره ويشطخ يعني كم له سنه معك تعاني منه من زمان راح افقدك وين انا يمكن ست سنوات احيانا يقومني صداع لو طلعت لدرجه اني سويت تحليل كامل ما طلع فيني شيء باقي بي تخطيط للراس عندي موعد رمضان ارهاق ارهاق ترى والله ما ادري يا اخي بس يجي صداع يا ابو فهد يجيك صداع يحسسك انك تبغى الله يكرمكم تستفرغ عيونك ما تقدر تغمض تنام وعلى الراس كامل عجزت مره من هنا ايوه وعجزت افتح عيوني يصبخك صبخ بس ودي اغمض هذا طال عمرك سموه النظر
والله ما ادري صداع نصفي اللي هو الشقيقه يسمونها.